مساحتنا الحوارية لهذا اليوم راح تكون حول موضوع بلا شك يهم المواطن بشكل أساسي وحتى المقيمين أيضا، ألا وهو مخالفات الكهرباء اللي فرق الضبطية القضائية قاعد تواصل مهمتها التابعة لوزارة الكهرباء والماء، تواصل حملاتها المفاجئة في كافة مناطق البلاد، وذلك لضبط المخالفات وإثبات الحالات من خلال تحرير المحاضر المخالفين والمتسببين فيها. حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون ضيفنا المهندس عدنان دشتي رئيس فريق الضبطية القضائية بوزارة الكهرباء والماء. سعد عدنان، مهندس عدنان، نرحب فيك ونصبح عليك بالخير في برنامجنا العالم هذا الصباح. صبح عليك ونصبح على طبعا متابعين تلفزيون دولة الكويت. ما أدري وين نبدي، ولكن احنا نعلم بأن القانون يوضع لضبط المخالفين، ولكن الجانب التوعوي هو جانب مهم في مثل هذه الأمور. فأنا أعرف أن وزارة الكهرباء والماء حرصت كل الحرص مع شقيقتها وزارة الإعلام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الإعلانات، بتوجيه المواطن والمقيم، من يستخدم، الكل يستخدم الكهرباء والماء، في كيفية توجيهها بحيث أنه يسهل كل الطرق لدفع الكهرباء والماء، بحيث أنه تدوم معنا هذه الكهرباء، وبالتالي يكون عندنا نوع من الترشيد. وما قصرتوا. أي نعم، حتى انت ما قصرت وزارة الإعلام طبعا، وأخص تلفزيون دولة الكويت والجهات الثانية اللي هي تقييم الإعلام للوزارة من العلاقات العامة حتى وزارة الكهرباء والماء. نعم. وطبعا وزارة الإعلام ما تقصر بالفلاشات اللي قاعدة تحطها دائما في تلفزيون دولة الكويت، وكذلك في إذاعة الكويت على طول نشوف الفلاشات موجودة للترشيد. بالفعل مهندس عدنان، لكن فوق كل هذا عندنا شغلة جدا مهمة، ألا وهي أن على الرغم أن في ناس قادرة أنها تحافظ على الكهرباء والماء وقادرة أنها تضبط المخالفة أو تدفع كل المبالغ المترتبة عليها، إلا أن هنالك نسبة، نقول إن شاء الله هي بسيطة، النسبة مو موجودة عندي لكن موجودة عند المهندس عدنان، يخالفون التعليمات الصادرة من وزارة الكهرباء والماء. شلون قادرين أنتم ترصدون هذه المخالفات، وشنو أنواع المخالفات؟ ويمكن يكون أحيانا الشخص ترى مخالف من غير ما يكون عنده نية سيئة في المخالفة. نعم. نعم، احنا دائما طبعا وزارة الكهرباء والماء والمسؤولين موجودين في وزارة الكهرباء والماء وفريق الضبطية القضائية، دائما النية صالحة مع المستهلك، أن ما هو طبعا قصد المخالفة. احنا طبعا عندنا الفريق الضبطية القضائية يجول في محافظات دولة الكويت في خلال 24 ساعة. نعم. ولرصد المخالفات هذه، المخالفات اللي موجودة عندنا طبعا هي مخالفات نقل الكيبل من غير علم الوزارة وعدم اتباع الإجراءات. نعم. أو توصيل التيار الكهربائي بدون عداد، وعندنا بعد مخالفة اللي هي توصيل المياه من غير عداد. جميل، هذه في لغة القانون تسمى سرقة. احنا نسميها استغلال، ما نسميها سرقة. السرقة هي تصير ان يمد الكيبل من غير علم الوزارة. نعم. او توصيل المياه من غير علم الوزارة. جميل، هذه الحالات تكون عادة بعلم صاحب الملك؟ احنا الحالات اللي قاعد نشوفها تقريبا اقلبها تكون من قبل المقاولين الموجودين، طبعا اللي قاعد نصيدهم احنا هذيل كلهم اكثرهم قسائمهم تحت الانشاء. ما هي مثلا يكون سكن او استثماري او تجاري، يكون ساكنين او قاطنين القسيمه، لا تكون القسيمه قيد الانشاء. نعم. وفي حاله قيد الانشاء اللي قاعد تصير المخالفات، اكثر المخالفات الموجوده عندنا هذه. جميل، رصدكم لهذه المخالفات على جميع محافظات دوله الكويت؟ على جميع محافظات دوله الكويت. طيب عطني حاله من الحالات اللي الضبطيه اللي بشكل اعتيادي او شبه يومي انتم قاعد تشوفونها مهندس عدنان، وقاعد تطلعون لها كفريق ضبطيه قضائيه، وكيفيه التعامل مع الشخص في هذا وتعاونه معكم. نعم، اللي قاعد نشوفه الحين اللي حاصل طبعا هدم القسيمه وبنائها من جديد ونقل الكيبل خارج ارض القسيمه، هذا يعتبر مخالف لقانون 48/2005 بعدم اتباع الاجراءات، وكذلك في قانون 121 او قرار الوزاري 121. نعم. على 2017 في حاله هدام القسيمه يجب على المستهلك قطع التيار الكهربائي و ابلاغكم. اي لازم ابلاغ اداره شؤون المستهلكين باني. نعم. انا رحبني على القسيمه الجديده هذه، فاقدم طلب عند اداره شؤون المستهلكين بقطع التيار الكهربائي لتمام الاجراءات. انت تتكلم مهندس عدنان عشان هذا، يعني البيت الهدام اللي هدمه من لازم نقول هدمه من عرجه ويبي يبني من جديد ويطلع الكيبل برا، لازم يبلغكم. نعم. لكن اللي عنده ترميمات، اللي بيطلع دور، اللي عنده ترميمات او عنده دور زياده، لا يراجع عندنا اداره التمديدات الكهربائيه
لأخذ الإجراءات حسب النظم اللي موجودة عندنا، يطلب بتقوية التيار ويسوي مخططاته في إدارة التمديدات، وبعد ما يخلص بنيانه راح نضيف له الأحمال هذه اللي موجودة زائد الفحص من إدارة التمديدات ودفع الرسوم المستحقة عليه. مهندس عدنان، ليش أشيل الكهرباء لما أطلعها برا ببني زين لازم أبلغكم؟ سؤال لازم أبلغنا، لازم الخدمات تقطع على القسيمة اللي هي راح تهدم، لأن أنا معطيك أحمال اللي موجودة على قسيمة قائمة. نعم. فأنت لما تهدم القسيمة هذه راح تصير أحمال ثانية موجودة طبعا تأثر على شبكة الوزارة. طيب مهندس عدنان ما يخالف، أنا الحين ببني البيت وطلعت الكابل برا. نعم. الكابل ما قاعد يمشي في كعدات كهرباء، فبالتالي أنا مو قاعد أصرف منه. حتى لو ما يمشي أنت. نعم. مرافق أو خدمات الوزارة ممنوع العبث فيها. يعني تشيل الكابل هذا تحطه برا، حالات كثيرة حصلناها أن شايل الكابل حاطه برا القسيمة ويون الأطفال أو الأولاد يلعبون بالكهرباء. هذه طبعاً من يتحملها خطرة. نعم. وثاني شيء قلت لك مثل ما قلت لك الأحمال اللي موجودة هذه كانت أحمال على قسيمة قائمة، والحين أنت عندك أرض فضة، فالأحمال هذه تختلف عن الأحمال الموجودة في السابق. طيب الصلح شلون يكون معاكم؟ الصلح طبعاً إحنا بعد ما نخالف طبعاً المستهلك يقدم لنا طلب أمر الصلح باسم وكيل وزارة الكهرباء والماء مهندس محمد بوشهري، وبعد ذلك تعرض على لجنة تطبيق قانون أحكام 48/2005. هناك في لجنة مشكلة من وكيل مساعد. نعم. ومدراء الإدارات اللي هي تختص في هذه المخالفة، وبعد ذلك يتم موافقة عليها أو تحويلها إلى جهة التحقيق. نسبة الضبطية ونسبة الأمور القضائية اللي كنتوا قاعد تشوفونها مع نسبة الملتزمين نسبة كبيرة ولا يعني والله نسبة زينة يعني ما المخالفات كانت بسطت الحالات في 2017 ايش كثر كم حالة؟ في 2017 926 مخالفة، منها إثبات حالة ومنها مخالفات اللي هي نقل الكيبل الكهرباء أو وجود تيار كهربائي أثناء الدام أو استغلال الكهرباء بدون عداد أو توصيل المياه بدون عداد. جميل. أنتم في القادم من الأيام راح تتوقعون أن مثلا هذه المخالفات راح تقل نتيجة لوجود توعية للمواطن؟ نعم نعم راح تقل ان شاء الله، وقاعدين نشوف احنا في 2017 اقلت عن من 2013 احنا بلشنا في تحرير المخالفات، واحنا الحين في 2018 يعني احنا بدايه اول شهر 2 تقريبا 50 مخالفه من هدر ونقل الكيبل واستغلال المياه. مهندس عدنان دشتي رئيس فريق الضبطية القضائية بوزارة الكهرباء والماء، سعداء جدا بوجودك معنا، ونتمنى إن شاء الله الرسالة وصلت عبر برنامجنا العالم هذا الصباح لكل المواطنين والمقيمين في كيفية الاستعمال لهذه الأمور الكهرباء والماء وكيفية المحافظة أيضا على هذه الطاقة الجميلة. شكرا جزيلا. شكرا. الله يسلمك.